انا بغيت نسول المغاربه واش اللي مزوج بشي وحده على سنه الله ورسوله واش كيدير معاه بيرزيرفاتيف؟ وكتقول لك انا اللي كنقول لها سيري خدمه في البيران وجيبي ليا. محمد واحد النقطه شرشي لي في الكواليس قلت لي بانك تجي سكرانه كتطق عليكم هنا واش غواش؟ راه هذا هو اللي خلاني باش خرجت المنابر اخويا اناس، راه هو هاد العذاب ديالها. كنشوفو دابا هادشي غريب، هادشي كتشوف 2022 الراجل اللي هارب من الدار ومجري عليه المرأة. متابعي قناة مغارب نيوز اهلا وسهلا بكم، اليوم كنتواجدو في المنزل ديال محمد الملقب موكلي. القصة ديالو قصة غريبة نوعا ما، صراحة انا ما عرفش مين بدا هاد القصة، لأنه عانى مع الزوجة ديالو. الآن كنشوفو محمد موكلي هو الضحية ديال الزوجة، صراحة قصة صراحة مؤلمة ومأساوية. محمد موكلي، اسم محمد الملقب موكلي، مرحبا بك لقناة مغارب نيوز أول حاجة. شكرا خويا أنس. خويا محمد، بغيت توضح لجو المغاربة هاد القصة ديالك، لأنها قصة مؤلمة، قصة جواز اللي عانيتي منه. كيفاش خويا محمد هاد الزواج المؤلم كما قلتي أنت؟ السلام عليكم خوتي المغاربة، شنقول لكم؟ أنا كما كيقولوا عجز اللسان على الكلام، حيت انا ما نكذبش عليك، الدموع نشفوا ليا كلشي. دابا عندي اربعه الوليدات وتخلات عليهم امهم. ملي تخلات عليهم دابا انا مني ام مني اب، ومني خصني نخرج نجيب لهم ما ياكلوا، ومني خصني نخرج نديهم للمدرسه ونجيبهم من المدرسه ونفطرهم ونغديهم وعاوتاني نردهم للمدرسه، وخاصني نمشي نقلب لهم على القوت ديالهم باش يتعشاو باش يتغداو. راكم انتما كتعرفوا الدراري الصغار بين الحليب وليكوش، والدريه راه خلات عندها 4 شهور ودابا راه دارت الحمد لله راه دابا دارت عام وشهرين. واش غنقول لكم العذاب مع هاد السيده هادي؟ انا ما عرفتش، ما نكذبش عليكم، كنت مبلي، كنت خارج انا للطريق، كنت انا بزاف الحوايج. ولدت مع هاد السيده الدريه الاولى، خلاتها وسافرات رجعات، بقينا عاوتاني جينا تجمعنا عاوتاني ولدنا الدري، بقينا الدري شدات اختي من هاد المنبر. محمد باش نوضحوا الراي العام اكثر، محمد دابا انت كما قلتي تزوج شي بهاياك، ولكن باش كما قلتي لي في كواليس كاع ما كنتو مديري الوراق، هي اول حاجه. نكمل لك اخويا فوالا باش توضح الراي العام، قلتي ولدتي وعاودتي ولدتي، باش تحاول توضح الراي العام ان جولاد ولدتيهم بلا كاغير. هادشي اللي بغيت نقول لكم اخوتي، انا راه السيده ولدت معاها جوج ولاد، ما دير معاها لا لاكت لا والو. انا ملي شتي دوك جوج الوليدات ما بغيتش نضيع هاد السيده وما بغيتش نضيع دوك الولاد، اعترفت بهاد الوليدات ودرت لاكت ودخلتهم ودرت لهم حاله المدنيه، وبقينا وتزادت الدريه الثالثه وبقينا غاديين. ولكن راه ماشي شي عيشه اللي كنعيشوا، راه حنا عايشين هك شويه والو عاوتاني كتمشي، شويه كنعيشوا عاوتاني شويه هاني شويه كتمشي. انا ملي وقع لي مع هاد السيده في الاول، انا ملي وقع لي معاها كانت عندي قهوه كتكاريها، كنت بخير وعلى خير والحمد لله. واش نقول لكم؟ هذيك الطريق واخا خايبه شويه، كنت كاري ديك القهوه، ناضت هذيك السيده حرقت لي المحل، مشى لي رزقي. جيت غنكتب ليها انا التنازل، قالوا لي راه عندك بلان راك روشيرشي. محمد بعدا انا اول حاجه، انا قبل الراي العام ما فهمت والو في القصه ديالك، بغيناك توضح المغاربه في 2000 وكذا وكذا، راه انا تزوجت بهذ السيده في 2000 فهمتي؟ وضح لجوج المغاربه، في وقتاش تزوجتي بها، في وقتاش مشات ديك لاراتبك، في وقتاش حرقات لك القهوه، وضح لي ايطاب باغي. انا غادي معاك، قلت لك انا فاش ملي تزوجت بهذ السيده، تزوجت بها الدريه عندها تقريبا عندها شي 4 سنين، الدريه الزايده عندي في 2006 عندها شي 4 سنين، قول ما تزوجش بها السيده حتى 2010 عاد باش درت معاها لاكط وتزاد داك الوليد يوسف، عاد باش درت لاكط معاها وعاد باش جمعت 12 شاهد وعاد باش مشيت للمحكمه، عاد باش فهمتيني اخويا انس. في وقتاش ولدت هذوك الجولاد اللي نتجوا على علاقه غير شرعيه؟ نعم هذوك الولاد الدري زيد عندي في 2006 والدري زيد عندي في 2010. هاد السيدة هذا كانت عندك علاقة قبل في الفينات، كانت عندك علاقة بها قبل ما تولدوا؟ هاد السيدة كانت عندي علاقة قبل ما يتولدوا الدريات،
كانتش عندي علاقه، كنا مصاحبين، كنا هكا، كنا بخير. هي بحال السيده بغات تنتقم، ما فهمتش منين تنتقم. حيت هي قالت لي انا غنخلي واحد التيتر عندي، ملي جيت كنعرف التيتر لقيت انا ديال البنيه، والحمد لله انا ما عطاتنيش خاطري. انا سولت الناس وسولت فقا وقالوا لي لا، خصك تعترف بوليداتك، هذوك وليداتك خصك تعترف بهم. واعترفت بهم وقلت لها اختي غنكملوا المسيره كما هي، نمشيو اختي ونكملوا المسيره. ملي بغينا نكملوا المسيره حرقت لي المحل، ملي تحرق لي المحل مشى لي رزقي، مشيت انا غنكتب لها تنازل. قالوا لي عندك بلان ديالاش؟ قال لي لقينا شي وحدين عندك كيكميو المخدرات عندك في القهوه. شكون يدير بك هذا البلان؟ جاو رجال السلطه داو شي ناس من تم قال لك كيكميو المخدرات وداوهم، وانا كأنا اللي كاري القهوه انا اللي كنتحمل المسؤوليه. وملي مشيت دوزت فيها شهرين ديال الحبس، وهي الحمد لله خرجات، وانا كنصحابها غتجمع وليداتها. دوز ديك الشهرين خرجت ما عندي والو، ما عندي فين غنعس، ما عندي حتى شي حاجه. دابا انت بين ليله وضحاها سدوا لك القهوه ودخلتي دوزتي شهرين ديال الحبس، ملي خرجتي لقيتي الزوجه ديالك كاينه في الدار ولا فين لقيتيها؟ ما عندنا لا دار لا والو. ملي تحرق المحل مشى كل شيء. شنو المحل حرق من غير ديال الساكن؟ فين كنا ساكنين؟ راه قلت لك دابا اسم محمد بحال بديتي لي من الوسط، شديتي العصا من الوسط. دابا ما قلتيش لي راني سكنت وتزوج، يلا درنا الوراق سكننا. راه ملي انا اش قلت لك انايا راه تزوج، ملي درنا الوريقات راه سكننا وتزوجنا. ولاو كيجيو عند صحاباتها كيقول لها راجلك لقيناه مع فلانه، راجلك لقيناه مع فلانه، راجلك بقاو دوروا لها داك الشيء في دماغها. هي باش قلت لك اخويا انس جبد اخوات ليسانس، اخوات ليسانس هي بايديها وشعلت العافيه، وهبطت للكوميساري قالت لهم انا راه خويت ليسانس وشعلت العافيه. اضرام النار على المنزل ديالك؟ على المنزل. وملي جيت انا عيطوا لي قال لي راه وقع وقع وقع، قال لي دابا خصك تكتب لمرتك التنازل باش تخرج. ملي جيت غنكتب لها التنازل هي فين وقع لي؟ قالوا لي راه عندك بلان، راه دينا واحد من القهوه وكاين كاين، راه عندك بلان خصك انت ملي مشيت عطاوني شهرين ديال الحبس. انت تشدات على اضرام النار؟ ما تشداتش، خرجات. درتي لها تنازل؟ درت لها تنازل. و واش غنقول لك داك الشيء دوسي خر بزاف، فهمتيني؟ درت لها تنازل وخرجات الحمد لله. وانا مشيت لعكاشه وعيط عليها قاضي التحقيق من عكاشه، وجيت عنده وقال لي هاد السيده كاينه كاينه كاين. قلت له انا مسامح على السيده، راه عندي معاها وليدات، راه ما يمكنش غنصيفطها للحبس. حيت انا باش فكرت اخويا انس واحد الدراري غيكبروا واحد النهار غيقول لك صيفطتي لنا منا للحبس. هاد الشيء اللي فكرت فيه انا. وملي خرجت من الحبس تقلبات لنا الدنيا سفاح العلاه. ملي خرجت ما لقيناش فين نسكنوا. ولادي خو الدري شاده اختي، هي مع الدريه ما عندناش فين نسكنوا. جيت انا كأنا من السكان ديال القاضي بن دريس، جيت هذيك الساعه عندنا عندي واحد الكوري هنايا، جيت درت فيه محيل وريحت فيه، جريت ولادي وريحت فيه، وبقينا غاديين. زادت الزهره هي الدريه الثالثه، الثالثه زادت الزهره غاديين بخير. شويه كتغضب شويه كترجع، شويه كنتسامحوا شويه كتغضب شويه كترجع شويه كنتسامحوا شويه. بقينا غاديين غاديين في ديك المسيره. شويه تزادت رشيده هي الصغيره اللي هي الرابعه، هي الرابعه. ملي تزادت رشيده بحال زيت امراه، هي بحال كانت حامله باغا عاد تفك، بحال زيت امراه وحطيت امراه. ضربت معاها واحد الشويه تقريبا شي اربع شهر، ضربت معاها واحد الشويه السيده صافي خلات الختها، جات حطاتها ليا. ختها صغيره كتقرا عندها 15 عام، من هذا المنبر انا كن الله يرضي عليها. وهي مسكينه الونيس الوحيده ديالي خويا انس، حيت كون ما لقيتش هذيك الدريه نكذب عليك غنقدر ندير شي حاجه في راسي وغنساحب من هذه الحياه، حيت هذا الشيء بزاف عليا خويا. كنقول عاوناتك ديك الدريه. هي اللي زدت عليا النص لدرجه خرجتها من المدرسه، حيت خرجتها من المدرسه حيت حكمات عليا باش نخرجها من المدرسه. قدرات تسمح في المستقبل ديالها وتأزر الاب ديالها.
مسكينه هي ضحاج، ما نكذبش عليك ضحاج مسكين. قالت لي بابا انا معاك، سمحات في المدرسه ديالها. واش نقول لك انا جيت نبقى نعاود لك انس، ما نكذبش عليك هادشي ما علم بي الله. واش نقول لك، وضحاش من المدرسه ديالها مسكينه هي اللي شاد خشة دابا، هي اللي كانت كتبدل لها. راه 4 شهور دابا الدريه راه دارت عام وشهرين، راه البارح كان عندها عيد الميلاد، وانا ما باستطاعتيش باش غندير لها داك الشيء، ما عنديش باش يلاه كم طاقات اليوم مع الخبز. واش نقول لك، وانا باقي اخويا انس انا كنعيش مع هاد الوليدات، كنعيش معاهم العداء. نشير لك واحد النقطه اسمح محمد، بعد ما دزتي فواحد الموقع الكتروني حتى هو دزتو، دزتو في حوار كما كنقولوا، تلاقيتي انت وياها ودزتو في حوار وداش وجه لي وجه. هذاك البرنامج ديت مع هذيك السيده عشوها، وانا من هنا كنوجه واحد الرساله لخوتي المغاربه، واش اللي مجوج بشي سيده على سنه الله ورسوله، واش كيدير مع مرته البريزيرفاتيف؟ انا بغيت نسول المغاربه، واش اللي مزوج بشي وحده على سنه الله ورسوله، واش كيدير معاه البريزيرفاتيف؟ انا في ذاك البرنامج راه كما شافوا خوتي المغاربه، انا واحد الوقت كنت لابس قميجه، واحد الوقت لبست جاكيت، بغيت ننسحب. حيت علاش بغيت ننسحب؟ حيت انا كنشوف شي واحد اللي كيقول لك شي هضره وانت ما كايناش، وكتقول لك انا اللي كنقول لها سيري خدمي في البيران وجيبي ليا. انا راه من هذا المنبر كنقول لخوتي المغاربه، ويا ربي الا كنقول لي هذه الهضره، راه كاين اللي كيعرفني، كاين اللي كيعرفني بزاف، كلشي راه كاينين الناس اللي عرفوني. انا ما نقدرش نقول لها خوتي لي سيري تخدمي في البيران وجيبي ليا. انا هاد السيده انا كنت كنعطيها، واش هادي اللي غنقول لها خدمي في البيران؟ راه ما يمكنش. واخا نمشي نطلب، ما خاط انا ملي غنقول لك خدمي تشي في البيران، انا راه غنسحب من الحياه، خاصني تنتحر ولا شي حاجه ولا نموت عاد باش ديك الساعه كد. اما ما حدي انا في الحياه ما نقدرش نقول لك. وهادي هادي راه هاد الكلمه اللي قالت هي، انا بيني وبينها العد الله فيها، حيت واخا غنقول لك اخويا انس ولا غتقول هي، حتى واحد ما غيقدر فهمتيني، داك الشيء كيعلم به الله. هذا هو اللي بغيت نقول لك اخويا انس. واش محمد دابا اخويا كيفاش شكون كيعاونك على هاد 4 دراري وانت راسك؟ شكون كيدخل لك تاخو زي الاخر كيف ما كنقولوا؟ شكون خدام؟ واش عمرها قرات ولا تقول رجع لولادي ولا انتوما كما كنت 18 عام وانت وياها ديما بحال ما كسير جي سير ما كتجيش، مره تجي نهار تخبر شهر، تجي نهار تخبر عام، واش تقدرش تتواصل مع العائله ديالها توضح ليهم ولا حتى هما عارفين هادشي اللي واقع؟ العائله ديالها عارفين اخويا هادشي اللي واقع بيني وبينها. صيفطت لها الناس شحال هادي، وصيفطت لها الناس وصيفطت لها الناس، وما كاينش اخويا شي حاجه وما كاينش. وهاد السيده انا من هذا المنبر كنوجه، هاد السيده راه ما بقاتش صالحه كزوجه، حيت هاد السيده تقدر ترجع تقدر دير لي شي حاجه، وانا ما غنعيش معاها في لهنا. حيت هاد السيده واخا غترجع انا راه ما غنقدرش ناكل من يديها، انا راه ما غنقدرش فهمتيني، غنولي دير احتياطات راسي غنتخربق. كما كنقولوا درتي منها اطونسيو دابا، انت ما بقيتيش تثيق فيها. ما بقيتش نتشيق فيها اخويا، نقول لك الصراحه اخويا انس، هاد السيده ما بقيتش نتشيق فيها. وانا من ناحيه كيفاش كنوكل هاد الوليدات، انا كنخرج بعض المرات كيعيط عليا واحد كيقول لي جيس محمد كيعرفني راه واقع ليا واقع ليا، كنمشي نعاونو كيدور معايا وكنجي كن هادشي اللي كاين. ومن هاد المنبر كنشكر واحد الدري عبد المالك، راه مسكين عيط ليا من مكناس وراه تواصل معايا وقال لي انت الا بغيتي شي خدمه، الا بغيتي تخدم كورشي في المحطه، انا ما لقيتش كيفاش غندير، ما يمكنش، خاصني الصباح نفيق ندي الدراري للمدرسه، انا خاصني نمشي الصباح مع المحطه مع 7 الصباح، ما يمكنش. انا دابا الدراري خاصهم كيمشيو مع 8:30، خاصني نديهم، اختهم صغيره ما غتقدرش تديهم، انتوما عارفين الدراري الصغار مشات معاهم اختهم صغيره ما غيوصلوش كاع للمدرسه، واقيلا ما يمشيوش لكاع. ودابا خويا كنبريكوليا من هك ومن هك ومن هك مع الناس اللي كنعرفهم، و هو باش معيش هاد الوليدات. محمد واحد النقطة شرتي لي في الكواليس، قلتي لي بأنك تجي سكرانة كتدق عليكم هنا، قداش عربات واش غواش؟ راه هذا هو اللي خلاني باش خرجت المنابر اخويا أنس، راه هو هاد العذاب ديالها، هادي كتجي مقلوبة،
كتجي كتبقى تعربط عليا هنايا. انا ما بقيتش باغي هذاك الشيء ديال الشراب، انا حيت ما بقيتش حامل، انا وليت الصاله والدين اخويا انس، ما بقيتش حامل داك الشيء. واش هذا الشيء كيوقع مرارا وتكرارا؟ مرارا وتكرارا اخويا انس. تخيل اللي مشيت لعند البوليس وبقيت انا وليداتي حدا الكوميساريه حتى الصباح. كنشوفو دابا هادشي غريب، هادشي كتشوف 2022 الراجل اللي هارب من الدار ومجري عليه المرأة. شي غريب شوية كيجي كمحمد. هادشي أنا نكذب عليك أخويا أنس، وخا غنبقى نعاود أنا لحد الآن هاد القصة ديالي ما عمرني الشناب. أنا مع دماغي كنقول واش أنا كنحلم. مستوعب شي ياسر لحد الآن أخويا أنس، هادشي باقي ما دخلتش ليا لبالي بأن وحدة مخلية ربعة الوليدات وثلاثة الدريات، ودريات كيبغيو أمهم. حيت اخويا انس راك انت كتعرف الدريات باغا تواصل مع ما باغا تفسر لما باغا تقول لما شي حاجه باغا فهمتيني اخويا انس. ودابا ولا هذاك اللي كتقول، حيت كيما قالت انا مجرم، انا بزناز، انا هكا. وهذاك البزناز، هذاك البزناز اخويا هو اللي شاد وليداتي، هو اللي خدام عليهم، هو اللي كيبدل لهم، هو اللي كيدير لهم. هذاك البزناز كيما كتقول هي، حيت هذا بزناز ربي كيعفو. انا عفا عليا الله، حيت باش عفا عليا الله، عفا عليا الله بهاد الوليدات اخويا انس، حيت هاد الوليدات هما اللي عفا عليا الله بهم. حيت ملي شفت ولادي غيتشردوا بحال رجع بديت اس محمد اش كدير؟ بديت كتستوعب داكشي اللي دوزت. دير اس محمد، واش غتبقى عاطي الشرابات غدا تجي تلقى بناتك مغتصبين؟ هادو هو اللي جعلنا اخويا انس. انت جا عطيت راسي لله والحمد لله، ملي كيطلع لي الدم ما عنديش، وكنوض كنصلي وكنطلب الله. انا اللي باقي لحد الان من هذا المنبر كنطلب ربي يسمح لي على داك الشيء اللي فات، ولا كان شي حاجه خوتي المغاربه اللي بغى يعير يعير، وانا متقبل اي حاجه. شو انا اللي شاد وليدات. انت وضحتي لجو المغاربه القصه ديالك، وممكن اللي غيعيرك المغاربه كرماء، المغاربه غيحاولوا يساعدوك معنويا لانك انت متحطم بعدا معنويا، ويشوفوا الحاله ديالك لان القصه ديالك قصه صعيبه بزاف اخويا محمد. انا خويا انت جيتي على غفله، وشتي الوليدات وشتيهم اخويا انس. انا بعدا اتصلتي بي جيت على اساس انك انت مربي ديال اربعه الاطفال ياك. ما كنتش عارف انك دزتي في برنامج ديتي كتذكرني راه انا دزت وانا شبق عليا وانا شبق. انا باتات نجي على انك انت اربعه الوليدات. ملي جيتي دابا انس اش لقيتي اخويا؟ لا اله الا الله. وراه ملي دزنا اخويا في داك البرنامج راه ما عمرها تواصلت مع ولادها. باش نوصل للمغاربه، انا من هذا المنبر كنطلب مادام بقالي تدخل معايا على الخط، تنطلب منا. انا كنتزاوج فيها تجي تشوف هاد الوليدات. راه انا ما بقيتش عارف راسي مجوز مطلق، ما بقيتش عارف راسي اشنو في هاد العالم. واش انا ما من حقيش نجيب انا شي بنت الناس اللي تقابل لي هاد الوليدات؟ واش هاد القانون غينصفها هي؟ نصفها هاد القانون. انا من حق، انا مع القانون، ولكن شنو يعاونوني؟ علي سهل شي حاجه انا كنطلب من هاد المنبر؟ لا كانت سهل هي شي حاجه الله يعاونها، ولا كنت نسهل ثاني نصفوني هاد الجمعيات ديال حقوق الطفل. انا من هنا كنوجه لهم نداء وكنوجه للمسؤولين. واش انا ملي كنمشي ندق على المحكمه ما كيعقل عليا شي واحد؟ انا بقيت نعرف شنو هو، انا شنو هو درت في حياتي تنوصل لهاد المرحله؟ انا شنو هو درت في حياتي؟ انا بقيت نعرف شنو هو درت في حياتي. واش انا ما من حقيش نجيب شي بنت الناس اخويا؟ راه كنعس داري كينعس، وانا راه كنبقى نشوف فيهم وكنبقى نبكي. راك شاري ملي كتفيق الدريه الصغيره بالليل خاصها. شحال عندها الدريه الصغيره دابا؟ دابا عندها عام وشهرين. عام وشهرين خاص الام هي اللي تحتضنها. وراك عارف الدريه باغا تبدل لي كلش، باغا تنوض، باغا رضاع حتى، باغا هكا. راك انت عارف اخويا انس، انا من هذا المنبر كنطلب من السلطه تدخل معايا على الخط ويجيو حتى يحميوني. راه ولا كيبان ليا شي حاجه الله يسمح لي، ولكن ما بغيتش ندير هذوك الحوايج. شوف شوف محمد، ربي كبير ودمو الرجال غاليه وغيكون خير ان شاء الله. محمد الرساله ديالك تبغي توجه جل المغاربه شبابا وشياب نساء ورجال. محمد انا بغيت نشكر من هذا المنبر، كنشكر خوتي المغاربه، وبغيت نقول لهم هذه الهضره اللي قلت لكم دخلوا عندي القناه ديال محمد موكري باش تعرفوني اخويا المعاناه اللي كنعيش.
راه واخا دابا انا هضرت نتوما كاين اللي غيدخلك ولكن دخلوا عندي للقناه اخويا سي محمد موقلي راه غتعرفوني المعاناه اخويا كنت نقول فيها الحياه اليوميه ديالك انا كنقول فيها كي كنعيش مع هاد الوليدات يوميا اي حاجه طرات لي معاهم كنعيشها معاهم كنصورها وكنديرها انا حيت هاد الشيء باغي ندير للمحكمه واش المحكمه ما غتنقدنيش من هاد الشيء شوف القانون فوق الجميع وتبع شي المسطره ديالك غيكون خير اخويا اسمع ومن هذا المنبر هي عينها في هذه البراكه كتقول لك اكتب لي انا من هذا المنبر راه بغيت نقول له وبغيت نقول خوتي المغاربه تعاونوا معايا انا هذه البراكه ما ديالي ما ديالها هذه البراكه ديال الوليدات حيت الوليدات انا بغيت نخليها لهم باش لا جات الموت ديك الساعه ما يخرجهم حتى واحد من دارهم يبقى ديالهم هذا الشيء وديك الساعه اللي جات الموت انا لمت ولا الله اعلم ما عرفتش اش غيوقع ليا انا بغيت الوليدات تما يمشيو يلقاو دارهم فين يمشيو وما يمشيش يدق عليهم شي مول الكرا ولا شي واحد هذا هو اللي كنوجه من خوتي المغاربه يتضامنوا معايا وتعاونوا معايا فيه وكنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين والله يجعل ربي يستركم واللي عايرني ربي اللي غيخلصه شو شو محمد ما كاينش اللي غيعاونك شو 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 هذا هو اللي بغيت نقول شو انت فتحتي قلبك لجوج المغاربه ما كاينش اللي غيعاونك المغاربه كرماء الرسالة ديالك اسم محمد جل مغاربة فهموها القصة ديالك اللي ديجا شافه واللي دابا غيزيد يتأكد باش يعرف المعاناة ديال اسم محمد شكرا لك اخوي اسم محمد وغيكون خير وغنوضع الرقم ديالك في الفيديو وغيكون خير الله يحفظك اخوي تبقى قناة مغارب نيوز شكرا لكم